انت بتمثلنا، وان شاء الله دائما من سنه لسنه بتحقق كل انجاز ونرجع على نفس الكرسي إن هذا. شاء انه الله. انا املي فيك كبير يعني، وشعبك كمان امله فيك كبير ان شاء الله، زي ما امل الشعب الفلسطيني فيه كبير وانا املي فيهم كبير. حتى بالعكس دائما انا بحكي لهم انتم الابطال الحقيقيين، فانا بس فقط صوت في بطوله خارجيه، بطوله عالميه، حتى الناس كلها تعرف الشعب بمر بشو. فأنا بشكرك أنت وبشكرك على الاستضافة، وبشكر كل الشعب الفلسطيني اللي بدعمني وبيتابعني دائما على السوشيال ميديا. أتمنى لك كل التوفيق عبد الكريم السلوادي. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية. مكملين مع هالإنجازات الفلسطينية وهالإنجازات الرائعة جدا بحلقتنا لليوم بعد هالفاصل، خليكم معنا. يعني اليوم حلقتنا برعاية الرجل، يعني بلشنا ب اللهم عافينا ونتبتلينا الموستاش، وموفمبر شهر التوعية للرجل القوي للرجل الإيجابي. زي ما حكيت بأول البرنامج بمناسبة اليوم العالمي للرجل اللي كان قبل يومين أو ثلاثة، يوم الأحد. صحيح. يوم الأحد كان، فحبينا 19 تشرين الثاني. صحيح. فحبينا أنه احنا نكمل بهذا الموضوع وناخد جانب الرجل الإيجابي، كيف ممكن يكون، شو دوره المهم في المجتمع، وأيضا محطاته التي تساند الأنثى. يا نورة. صحيح. منتابع مشاهدينا بهالمحطة الصباحية للحديث عن الرجل الإيجابي، دوره وتأثيره كمان على صحيح، مثل ما فضلت مع مستشار النفسي والعائلي السيد أسامة فرج. أهلا وسهلا فيك بصباحنا. صباح الرجل الإيجابية. لا ما شاء الله، يعني من أول كنت في الجسمية هلا عن النفسية. صحيح. نتحدث عن الرجل الإيجابي، مواصفاته، ميزاته، كيف يمكن أن نحكم على الرجل أنه هو رجل إيجابي؟ طيب، أول شيء موضوع هو جدا مهم، وأنا بتشكركم كطرحتوا هيك موضوع الرجل الإيجابي. أوش تعال نعرف مين هو الرجل، إيش هي الرجولة؟ الرجولة هي الشجاعة، هي القوة، هي في التحديات الإنسان اللي بيقدر يتحدى، الإنسان القوي، هذه هي الرجولة. على مين هو الرجل الإيجابي؟ الرجل الإيجابي اللي هو من داخله هو بيكون قوي، بيكون عنده ثقة عالية، بيكون في عنده إرادة، بيكون هو بيقدر يتعامل مع التحديات الصعبة. يعني نعطي أمثلة، أنا مستشار عالم نفسي، بشوف في أزواج، في نوعين من الأزواج، في الأزواج اللي بتكون قوية وبتقدر تتعامل مع التحديات الصعبة في العائلة. خلينا نحكي على سبيل المثال زوج
اللي ممكن بتكون زوجتها مركت في ظروف صعبة وهو بقدر انه يساعدها وبيدعمها وبيشجعها وبكون معاها، او على سبيل المثال اب اللي مركت بنته في ظروف اللي مش هوينه وهو بقدر يتعامل معاها وبقدر يشجعها ويكون معاها ويدعمها ويمسك في ايدها. هذه الرجولة، هذه القوة. للأسف الشديد في مجتمعاتنا المعظم ربط الرجولة في العنف وفي الأشياء اللي هي سلبية، أو العادات التقاليد، أو العادات التقاليد اللي خلينا نحكي سلبية، خلينا نحكي أكثر سلبية. في عادات التقاليد اللي كويسة عندنا مش كلياتها، وللأسف الشديد نوع من أو عدد كبير من الرجال عندنا في المجتمع اللي بأخذ الرجولة هي كانها هي القوة الجسدية فقط، والضرب العنف. احنا بنشوف قديش في حوادث للاسف الشديد، حوادث عنف بتصير في مجتمعنا من 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 هذا المحل، من القناعات السلبيه للاسف الشديد اللي احنا اتربينا عليها. يعني احنا لما نتحدث عن انه المسمى هو رجل ايجابي، ليس بالمعنى يعني انه هو كيف احنا بنحكي طاقه ايجابيه على او طاقه سلبيه، مش ليس كمان بالمعنى انه هو يعني تفكيره دائما ايجابي، تفكيره دائما للاحسن. ليست بهالمعنى، المعنى هي القوة، في قوة الشخص إدارته للأمور من ناحية الإيجابية، هذا المقصود فيه. طبعاً زائد الحكي طبعاً أخرى، الرجل الإيجابي والإنسان اللي بيقدر يحقق أهدافه. تخيل معي اليوم شاب اللي كل تفكيره في المستقبل، أنا وين بدي أصير أخرى 5 سنين، أخرى 10 سنين، أنا بدي أدخل الجامعة، أنا بدي أتوظف، أنا اليوم بدي أكون غني، أنا اليوم بدي أكون عندي أسرة اللي هي رائعة وجميلة وإلى ذلك. هذا اخر انسان اللي رجوله. هذا انا دائما اللي بحكي في المحاضرات اللي انا بعطيها في الدورات انا ما اسويها، اللي بحكي بالذات لفئه الشباب اليوم، تعال نعرف مع بعض. انا يعني بعطي على سبيل المثال بعطي دورات للطلاب الثانويه وبحكي لهم تعال نحن نعرف مين هو الرجل. فالأسف الشديد من الاخر الرجل يعني معظمهم بيحكوا زي ما زي ما زي ما زي ما حكينا اللي هو الرجل السلبي، القوه، الضرب، العنف والى ذلك. وانا بيجي بحكي لهم تعال نشوف انت وين بدك تكون، انت زلمه، انت رجل، انت قوي. طمنا الشباب وكل جيل للاسف للاسف هي المعظم بتكون زي ما حكيت اللي هي الرجوله السلبيه اللي هي زي ما حكيت اللي بتسم بالضرب، العنف وإلى ذلك. أوكي، هلا كثير من الرجول أخرى اتسمت للأسف الشديد في السيطرة على المرأة، جزء من الرجال لك أنا اليوم أنا قوي، أنا يعني رجال متزوجين أنا قوي، قوي في بيتي. إيش معنى قوي في بيتك؟ اللي هو أنا مسيطر على بيتي، اللي هو أنا بتحكم في زوجتي، أنا المتحكم في أولادي. وهون بيجي إحنا دورنا اللي إحنا نجي نفهم مين، كيف إنك تكون أنت أب صالح في أخلاقك، كيف إنك تكون قدوة إيجابية بين أولادك في الأولاد، ومؤثر في أولادك. تخيل ما أنت في عندك أولاد، بالذات أولاد اللي هم ذكور، هم حاجة اللي يشوفه ذكر إيجابي، ذكر يكون عن جد هو قوي في تحمله، في صبره، ما في عائلته، أوكي، في دعمه، في تشجيعه وهيك. أستاذ أسامة بدي أحكي بشغلة مهمة جدا، الرجل في مجتمعنا هو اللي لازم يصرف، الرجل في مجتمعنا اللي لازم يتحمل، الرجل في مجتمعنا اللي لازم هو يجيب البيت. هلا أنا بتشكيلي أنت، بدي أسوي استشارة. لا، لأنه هذا المسمى اللي يفرض عليه، أنت رجل بدك تبني بيت، أنت رجل بدك تحقق أموال، أنت رجل ممنوع تأخذ من غيرك، أنت رجل ممنوع تبكي، أنت رجل ممنوع أنك تعيش ظروف مثلا، كل إنسان بيعيش ظروف صعبة. الجميع ينظر للرجل كان هو العمدة الأساسية. إذا بكيت لا ما تبكيش. حتى صحيح. وكان في بداية عمره خاصة فترة المراهقة، وبتعرف كيف الأبو الحشم أبو الشوارب يضرب، لا ما تبكيش، الرجل ما بيبكي، بس هذا الإشي بكون له من جوا مشاكل وأمراض وكذا. كديش ممكن إن إحنا نوصل للرجل إنه أنت مكان لترتاح وتعيش وتحقق كل هالأشياء اللي بدك إياها، وعيش زي أي إنسان. وأنت إنسان عادي. إنسان الإنسان ممكن يكون قوي وفي مرة بيكون ضعيف. صحيح. هلا إحنا عند الرجل ممنوع إنه يكون ضعيف. بالضيف ذكرتني أنا أمي ماتت في حادث سير فجائي، وبذكر أنا بكيت عليها في القبر، فواحد بكي لي أنت زلمة تعيط إيش؟ زلمة بعيطوش، تخيل معي. طب الرسول ما كان يعيط مظبوط؟ صلى الله عليه وسلم مش كان يعيط، كان يبكي. طب ليش إحنا ممنوع أن نبكي؟ هلا كلياتها بنرجع أخي من وين أجي شيء؟ من القناعات اللي تربينا عليها وإحنا صغار، الزلمة أو الرجل ما بيبكي، الزلمة هو صارم، الرجل هو القوة، الرجل هو اللي بحكم، الرجل هذا اللي ربونا عليه. حتى بتعرف شو لما ولد صغير بعيط إيش بتحكي؟ إيش بحكي له أبوه؟ عيطش، مظبوط، انت زلمه، انت زلمه، بحكي لك بالعاميه مظبوط. صحيح. وللاسف الشديد بضل هذا القناعه بضل طالع عليها ومتربي عليها، وبدفع ثمن زي ما حكيت اللي هو كل مشاعر هذه اللي بتكون ايش، بتكون مكبوته في داخله، وبصير اوكي بتعامل معها بشكل جدا سلبي من خلال العنف والى ذلك. طب وكيف يمكن انه اذا هذا الطفل او لحظه يعني لما بده يكبر يصير شاب يحاول ما يتاثر ب
بالرجال مثلا من يراهم الرجال السلبيين. الرجال السلبيين ما بدي اوصف يعني صحيح الرجال السلبيين كيف هو بده يحاول انه يثبت نفسه كرجل ايجابي سواء كان بوسط عائله لا تؤمن بالرجل الايجابي بهي خلينا نقول المقاييس او المعايير العامه. طلع عاده اولاد زي هيك عاده يعني الله يكون في عونهم اذا فيش عنده ابو اللي هو ايجابي ابو اللي هو من جوا من الداخل صلب اللي عنده ثقه بالذات للاسف ايش اللي احنا شايفينه او يمكن يكون هو يتيم ويمكن هو ممكن. حمل عائلته بظروف صعبه زي ما بنشوف كثير من من ابناء الشهداء الموجودين او ابناء الاسرى انه انا صرت رجل قبل اواني صحيح. انا صحيح. صرت اب طبعا. واخ قبل اواني صحيح لان المجتمع حط عليهم شغلات والعائله والى ذلك طلع بس انا بشوف منهم طلع كل شيء اختيار في الدنيا في ناس اللي كانت ضحايا انا اشتغلت مع ناس اولاد خلينا نحكي بين قوسين مشاكل عندي مشاكل نفسية وسلوكية بسبب المشاكل في البيت الشباب هدول بالعكس يعني أخذوا محل من 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 خلال المشاكل المرق وفي المشاكل الصعبة العنف من قبل الأب بالذات الأب والضرب أو طلاق وإلى ذلك فجزء من الأولاد حكوا إن أنا مش مستعد إن أكون زي أبوي أنا بدي أكون زي أبوي وأنا مش راح أكون زي أبوي أنا راح أكون أب اللي حافظ على زوجته اللي حافظ على أولاده فكلنا مرقنا في ظروف صعبة يعني بخلي الظروف هي تحكمني وهذا أنا دائما بقول وهذا اللي بيجي بحكي للناس معظم الناجحين معظم الناجحين في العالم هم مرقوا في ظروف اللي جدا صعبة ولكن هم تحدوا الظروف هذه كل إنسان عنده تحديات كل إنسان عنده ظروف كل إنسان عنده صعوبات في الحياة السؤال أنا كيف إني أتعامل مع هذه التحديات وكيف أتعامل مع الصعوبات هذه وأخلق من الحدث حدث اللي يكون أكثر إيجابي بدي أحل مشكلة السلبية بالإيجابية ودائما أنا بقول لكل فعل رد فعل كيف ممكن أتعامل مع رجل كبير بالعمر ولسه متمسك بقوانين الرجولية السلبية اللي هي العنف واللي هي الصوت العالي والهمجية ممكن نحكي مش همجية بشكل انه انا بس اتصرف لاني رجل عنفوان وطاقة وكذا كيف ممكن اتعامل مع هيك شخصية واشتغل عليها بعيدا عن مثل من شب على شيء شب طلع اول شيء مش هواي انك تغير انسان زي هيك هلا انا بيجوني على استشارات بعض الرجال فبيجي بحكي لي طلع ابوي كان يطلع فيا كنت ارد عليه أبوي كان يضربني أبوي كنت أحسب حساب لأبوي طبعا ليش أولادي بيحسبوا له حساب بحكي له طلع أنت شكل وأبوك شكل الوضع بيختلف الزمن بيختلف الوقت بيختلف هلا نازل هدول أنا بحكي كالآتي إحنا طلع ما بقدر أغير الإقبال بس ولكن أنا بحاجة أن ألاقي الطريقة أنا أقدر أتعامل معه ممكن نحكي لمس النقاط الخفيفة يعني مثلا ممكن فيش إنسان إلا فيه عنده إحساس صحيح يعني ممكن إذا نتعامل مع هدول الأشياء إلا تلاقي له مثلا ابن مميز صح. أو بنت مميزة صح. أو إنه صحيح. ممكن هو شغلة مثلا ممكن تمسك قلبه فيها أكل زاكية لبسة أو عطرة طلع مجرد إني أفهمه طلع بدل ما يجي أحكي يعني أوصمة هذا إنسان سلبي وبيستوعب إيش وبيفهم إيش هو أنا بيجي بقدر أفهمه أنا بفهم الناس هدول تخيل معي هذا الإنسان لو عمره 70 سنة أو 60 سنة الاتفاق ببعض النقاط ربما بتحل لا بس مو طلع تعرفي إنه ممكن أخو مرق في ظروف صعبة هو بكون مرق في ظروف صعبة هو كتربى هذا اللي بفهمه هذه الصورة اللي شايفها هذه قناعات هذه أفكاره هو مسكين هو ضحية إيش هو ضحية القناعات والأفكار هذه فأنا ما بقدر أجي أحاربه وأحكي ليش هو هيك أنا مجرد إني أنا أفهمه أستوعبه ما حكيت إني أنا وافق معه مع أسلوبه ولكن بقدر أفهمه وهذا احنا بنشتغل عليه دائما في الاتصال والتواصل في الناس اللي صعبين ولشخصيتهم مش هوينك تتعامل معهم وهون بيجي احنا دورنا ان احنا نحاول قدر الامكان نفهمهم نفهم البيئه نفهم القناعات تاعتهم وهذا شوي اني افهم واتعاطف معهم شو بعطيني اقدر اتعامل معهم جواب اخير للسؤال السريع الرجل اللي بنزل على السوق ايجابي ولا سلبي تعالوا اسالوني انا دائما بنزل على السوق لسه لا بنزل على السوق تمام بس هو قاعد على البجلي والبجلي شكرا لك وعلى كل هالصباح كمان اللي عشناه المستشار النفسي والعائلي أسامة فرج وان شاء الله كمان بنشوفك بلقاءات تانية ومواضيع مختلفة بتم العائلي شكرا لك تشرفنا بوجودك معنا محطة الرجل انتهت هلا خلص حنبلش مع الأنوثة بعدها بالميك اب عشان انهم عايشين جنبا الى جنب لا احنا جندر اليوم يعطيك العافية تشرفنا فيك ومشاهدينا بهالاجواء الرجولية وبهالاجواء اللي كلها طاقة ايجابية وختام الأسبوع لازم يكون إيجابي بإمكانكم متابعة كل فقراتنا على الفيسبوك على بستقبل ساينتس مورنينج أو فلسطين هذا الصباح وبعد الفاصل مكملين
أهلا فيكم من جديد مشاهدينا في هالمحطة الصباحية. رح نجمع الرجل والمرأة في هالمحطة الصباحية ونتحدث عن هالمجموعة الشبابية يلي كانت عم تجمعها العديد من النقاط يلي بتهتم بتطبيق القانون والمساواة بين الجنسين. تفاصيل أكثر نتحدث فيها مع ضيوفنا في هذا الصباح. برحب بنرمين عموري، أهلا وسهلا فيك الناشطة الشبابية والناشط الشبابي إسلام نصر. أهلا صباحكم وأهلا وسهلا فيكم في برنامج مشنا. نرمين واسلام سعد صباحكم والى الجندر. نبدا من محطه المساواه وكونكم ناشطين شبابيين. حبلش مع الصبيه. من وين بلشتوا بهالفكره ووصلتوا لهالمنطقه؟ أول شيء إحنا مؤازرين بالمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية. تأسس المركز في عام 1992، مرجعيته وثيقة إعلان الاستقلال عام 1988 وشرعية دولية. نحن بنشتغل في هذا المركز على الديمقراطية الحقيقية السياسية والمجتمعية والمشاركة. فمن هون نحن جينا نحكي عن الاستقلال والسلام العادل، وبنخص أكثر قضايا المرأة والشباب. ففكرة الملتقى الفلسطيني النسوي الشبابي أجا من إنه إحنا شباب نساء ونساء سيدات وشباب في المجتمع الفلسطيني من كافة محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة في الشراكة كمان مع القدس. جينا تعرفنا على بعض في المركز، كل واحد من تخصصات مختلفة. حكينا شو اللي ناقص عنا في فلسطين، كيف ممكن إنه أنا أحكي بحرية رأي بتعبير من دون مخاوف من ناحية سياسية، من دون ما أنتمي لحزب معين أو جبهة معينة. فالملتقى أجا منا إحنا كشباب، وهاي هي فكرة بيتكم الملتقى. بيتكم الواسع بالضبط. هلا فيكم. انتم اتفقتوا يعني من خلال مؤازرتكم لهذا المركز التقاء العديد من الشباب مختلف المجالات، خلينا نقول، ومن بعد تنظيم العديد من اللقاءات يعني اتفقتوا على صياغه ميثاق بيعبر عن تطلعات، خلينا نقول، الجيل الجديد كما بتحبوا انكم انتم تسموه، جيل جديد من المساواه بين الجنسين. تعطينا التفاصيل اكثر. نعم، نحن المجموعه اجتمعنا تقريبا من جميع ارجاء الضفه، وبالاضافه للشراكه مع طاقم شؤون المراه بقطاع غزه من أجل كتابة ميثاق بيعبر عنا وعن داخل الشباب شو إحنا بنطمح، سواء كان بالعدالة الاجتماعية أو بمشاركة الشباب بالقيادة وبالصنع القرار. اجتمعنا وحطينا إحنا شو التحديات اللي ممكن توجهنا، من نحن كشباب، لأنه في البداية إحنا عرفنا عن نفسنا مين نحن، بعدها انتقلنا إلى إحنا ماذا نريد إذا الشيء اللي إحنا بنطمح نكونه أو نحصل عليه. فيما بعد وضعنا آلية كيف نحصل على ما نريد. كتبنا انه من التحديات اللي ممكن تواجهنا هو انه في الاحتلال، احتلال راح يكون في احد المشاكل المواجهه، بالاضافه الى النظام البطريركي الابوي وفي اللي بيعمل على تقليص مشاركه الشباب والنساء في عمليه المشاركه السياسيه. وكذلك اوجدنا انه هناك في الراس المالي الجشع الكبرادور الموجود بالبلد في شويه مشكلات موجوده، بالاضافه الى تدهور الوضع الاقتصادي. فاحنا كتبنا في الميثاق ووضعنا اللي عملنا له اطلاقه بمناسبه ذكرى اعلان وثيقه الاستقلال الخميس الماضي، عملنا المؤتمر الصحفي باطلاق الميثاق، بنص على ماذا نريد. نريد الحد من تاثير القيم الاقطاعيه والنظام البطريركي الابوي على المشاركه السياسيه، لانه احنا بمجتمعنا حاليا بنعيش السياسي والقيادة السياسية أغلبها بيد الناس اللي أعمارهم كبيرة في السن، والإضافة بنجد أنه مشاركة المرأة في العملية السياسية قليلة وضئيلة. يعني مثلا باللجنة التنفيذية توجد هي فقط السيدة حنان عشراوي باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. إحنا بنطمح لتكون مشاركة المرأة أكثر. إيش الآليات اللي بدكم تتبعوها لحتى تطبقوا هذا الميثاق؟ يعني إذا عن مشاركة المرأة زيادة، خلينا نقول نسبة مشاركة المرأة بالعمل السياسي بشكل عام هي موجودة، ولكن أنتم تطمحوا أنها تكون النسبة أكبر، وتطمحوا كمان أنه يترأس، خلينا نقول، الشباب المراكز المهمة في صنع القرار. نعم، إحنا كذلك وضعين هيك خطة أو حاطين هدف انه كذلك تكون 50-50 مشاركه المراه بالعمليه السياسيه، كوتي بدل 30% اللي وضعها المجلس المركزي بال 2015 نعملها 50% مشاركه للنساء و 50% للرجال، لان هي نصف المجتمع كذلك. بالاضافه لهيك انتقلنا الى قامت الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس استنادا الى نص اعلان وثيقه الاستقلال، ونخص بفقره 11 و12 اللي بتنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بالإضافة إلى دولة تحترم جميع الحقوق والحريات والواجبات لجميع أفراد الشعب دون اختلاف سواء باللون أو الجنس. صحيح. أو العرق.
بالإضافة إلى ذلك إحنا نرجع بالوثيقتنا وبالملتقى لاتفاقية سيداو وفي القانون 1325 اللي بنص على أن المرأة هي شريكة في صنع السلام في صنع السلم كذلك، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية. وفيما بعد إحنا كذلك نريد نشر الفكر النسوي أو العمل على، إحنا بنعمل على خلفية نسوية تؤمن بالمساواة العادلة والكاملة بين الرجل والمرأة، لها مال الرجل ولا الرجل مال المرأة. فبنشتغل على الموضوع هذا، بننتقل كثير، بنعمل مجموعة أنشطة. صديقتي نرمين راح تحكي شوي عن الأنشطة. أنا هسه بدي أكمل مع نرمين أكثر. أول شيء ما شاء الله عنك يعني موسوعة، أنا مبسوط يعني ما شاء الله عنك إسلام، يعني عندك كمان أسلوب حواري جدا رائع، والبرزنتيشن أي حدا بتعلم إسلام حيكون مستفيد، فأنا بقول للشباب دائما توجهوا أي برزنتيشن يكون فيها إسلام. نرمين أرجع لإلك وأحكي كثير عن الفعاليات اللي الشباب جيل اليوم بعيدا عن التوعية السياسية، بعيد حتى أيضا عن التوعية ممكن نحكي الاجتماعية، شو الوركشوب أو شو الورشات اللي بتعملوا عليها، أكثر الأمور اللي بتركزوا عليها في التدريب، وكيف ممكن أنا أحول هذا الإنسان أو الطفل، ممكن لو كان طفل طلاب مدارس لطلاب جامعات، من حدا خامل من هاي الفكرة لحدا كتير بيفهم، لحدا كتير ممكن يأثر، لحدا ممكن يكون بيكتب أو على الأقل بيعمل تعليق أو بشارك على مواقع التواصل الاجتماعي أي فكرة بطريقة هو بيأمن فيها بطريقة سلمية والمبنية على المساواة. تمام. هلأ إحنا أخذنا كتير تدريبات في المركز الفلسطيني، وكيف مثلا نطلع في الإعلام، كيف نعمل مقابلات، كيف نصيغ خبر سياسي، كيف نطلع على ما ناخذ من جانب واحد الخبر، ناخذه من أكثر من جوانب، كيف نصيغه نحلله بطريقة أدبية نقدر نوصل الكتابة. أخذنا كمان ورش كيف نلتقي مع صناع قرار، كل واحد حسب مرتبته سواء كان بالأحزاب أو القيادات. عملنا لقاء مع وزيرة خارجية كندا والسفير الكندي، عملنا لقاء مع سفير جنوب إفريقيا، وكمان متوجهين لكل القيادات في فلسطين. بالإضافة إلى أنه في المركز بنعمل أنشطة توعوية للنساء والشباب، بنروح على المواقع سواء بالضفة أو بالقدس، بنحكي مع النساء، بنحكي مع الشباب بطرق مش حكي فقط، أنه بطرق لا منهجية من خلال ورش حوار، ممكن يكون أنشطة تفاعلية، بنعطيهم اللي عندنا وبناخذ منهم شو عندهم. بالإضافة إلى أنه كل الاحترام لأستاذ نصيف وتدريبه، هو اللي علمنا كيف أنه نقدر نتكلم وين ما كنا ويكون عندنا خلفية سياسية ثقافية اجتماعية. وطبعا ما في عمر معين للمركز الفلسطيني، اللي بحب يشارك وبيآمن بفكرة المركز والقضايا اللي بيقدمها بيقدر يكون معانا بأي وقت. طبعا ممتاز. أنا كمان بوجه له تحية صباحية للأستاذ نصيف. ومن ضمن ما المطالب اللي كنتوا خلينا نقول أنتوا عم بتطالبوا فيها هي إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمرأة الفلسطينية بتواجه ربما خلينا نقول على كافة الأصعدة وكافة المجالات، ليس فقط اجتماعيا اقتصاديا، هناك العديد من المشاكل. كيف يمكن لمجموعة شبابية هي تؤمن بهذه القدرات وقدرة المرأة الفلسطينية، لكن كيف يمكن أن هي تنهي كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإحنا بنواجه أو هي المرأة نفسها تواجه على مختلف الأصعدة هذه التحديات؟ طبعا إحنا من خلال تأسيس الملتقى السياسي النسوي أو ملتقى القيادات الشابة نطمح إلى مشاركة المرأة بالمراكز صنع القرار بالإضافة إلى الشباب، وذلك من خلال أنه بنعمل حملات توعوية مثل ما تكلمت صديقتي، بنصل لأكبر عدد ممكن من الجمهور والميدان، بنحاول نعمل توعية سواء اجتماعية سياسية، نطلعهم أكثر عن القوانين الدولية. بالإضافة لذلك إحنا نعمل مثل ما حكت أنه في عنا لقاءات مع صناع القرار، من خلالها بنطمح أنه الشباب يصير عندهم خبرات سياسية. بعض أشكال التمييز ضد المرأة بحاجة للتوجه للمجتمع، لأنه ممكن للأسف ممكن يكون هذا أشكال التمييز مختلف، ممكن تعاني منها عائلاتها، ممكن تعاني منها بعض القرى، بعض البلدات أيضا. نعم، فإحنا بننزل أكثر إيش على المناطق المهمشة، بنروح بنذهب للمناطق المهمشة للقرى لنحاول نصل لأكبر عدد ممكن من السيدات من خلال الورشات اللي بنقدمها، لنحصل على أكثر تدريبي، يعني بندربهم أكثر من خلال القوانين والمعاهدات الدولية، وأكثر على سيدا ونطلعهم أكثر. بالإضافة لهيك المركز الفلسطيني بيحضن الجهات كثير المهمشة سواء بالنساء والشباب،
ليكونوا أكثر في مراكز صنع القرار، بالإضافة إلى يقدروا يتجاوزوا مرحلة التمييز الموجود فيها. ومن خلال الملتقى اللي بيضم عدد كبير من الشباب والشابات راح نحاول نحقق هدفنا، وراح نحقق هدفنا إن شاء الله. يعني فخورين فيكم وفي كل إشي بتقدموه، وإن شاء الله بتوصلوا دائما لكل هدف، مش بس يكون كلام على ورق، إن شاء الله يكون على أرض الواقع بهالإرادة الشبابية اللي معكم. بشكركم إسلام نصر الناشط الشبابي، وأيضا نرمين عموري الناشطة الشبابية، ومكملين معكم زملائنا في مكتب القاهرة يا نورة، حضرونا مقابلات ومحطات من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الأربعون. خلينا سوا نتعرف عليه. يعني المشاركة العربية قوية جدا في المسابقة العربية، يعني 8 أفلام مستوى عالي جدا. للأسف في المسابقة الدولية ما فيش غير فيلم مصري واحد اللي هو فيلم عربي الوحيد برضو، لكن نتمنى يكون في أفلام عربي أكتر في المسابقة الدولية. لكن الأفلام العربية والسينما العربية صراحة موجودة بقوة في كل أقصى من المهرجان. يعني السينما الفلسطينية أثبتت إنها يعني بالرغم إنه ممكن ما يكونش في صناعة منظمة، بس في أفراد بيعملوا سينما على مستوى عالي جدا، وفخر للوطن العربي في العالم كله صراحة. لما تشوف ناس زي إيليا سليمان أو ماري جاسر أو هاني أبو أسعد أو يعني ميشيل خليفة، يعني ميشيل خليفة كتير صراحة يعني وكمان في جيل جديد لسه، بسام جرباوي اللي عنده فيلمه الأخير. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Retírese. Araura, chi asipukai, chi erinchi, musisai, chongwa, hapu, supura, noko, ruini, mutuin, tuai. Putu haus makaka purianta. المشاركة الفلسطينية للأسف ما فيش فيلم في الأفلام الحديثة، لكن عندنا فيلم واجب للمخرجة ماري جاسر وفيلم 3000 ليلة للمخرجة ماين مصري، بنعرضهم في احتفاء بالمخرجات العربيات اللي حققوا نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، وهيكون موجودين ماين مصري وآن ماري جاسر إن شاء الله في النص الثاني من المهرجان عشان يشاركوا في حلقة نقاشية حوالين نفس الموضوع. ايدك نزل ايدك.
لازلنا مشاهدينا متواصلين برفقتكم بهذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح. الآن بنكون مع الزاوية الفنية من برنامجنا أكيد، ومع نادين جواريش وضيفتها. رح نحكي عن لوحات أنثوية هالمرة، أنا بدي أقدمها لأنه طول اليوم نحكي رجولي رجولي، فلوحات هيك يعني بتلبك لطفلة في بيتها في أجواء مميزة. حخلي نادين تعرفنا أكثر. صباح الخير نادين. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيكم، كيف نهاركم اليوم؟ رائع جدا يعني. استعدادكم للمنخفض الليله؟ لا هينا مدف، بلشنا ندفى يعني. بلشت الدفى، خليكم معنا نتعرف على هالزاويه. تفضل يا ندين. اسعد صباحكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم في زاويتنا الفنيه، زاويتنا اللي راح نتعرف فيها على مشروع نسائي ناشئ، مشروع باليرينا. راح نتعرف اكثر على هذا المشروع مع ضيفتنا دوله كنعان. يسعد صباحك دوله. يسعد صباحك ندين، وصباح كل المشاهدين، صباح الخير لامي اللي بتشاهدني هسه. أهلا وسهلا فيكي. دولة، لو تحكي لنا أوش نتعرف، مين دولة كنعان؟ دولة كنعان هي مهندسة مدنية بتشتغل بتمارس شغلها بطبيعي. هذا مشروع حواية 28 سنة عمري، صاحبة مشروع باليرينا. يعني لو نحكي عن دراسة الهندسة واللوحات والرسمات والفن شوي، نحكي شو صار بهالارتباط أو هذا؟ هو في ارتباط وثيق جدا. لوحاتي مستوحاة من طبيعة عملي كمهندسة، شغل الشاغل اللي هو النمذجة أو المودلينج. فلوحاتي مش مجرد لوحات مرسومة بألوان مائية 2D، ضفت لها البعد الثالث، صارت لوحاتي 3D. هذا البعد ممكن يضيف لها نوع من الحياة، بتلامس رغبة الشخص، تعطيها حياة وملامسة للواقع بشكل مباشر. لما نتحدث ونتعرف إحنا المشاهدين على لوحاتك دولات، الفكرة منها، الأفكار الموجودة فيها، الألوان. أول شيء بالنسبة للطقم هذا باليرينا، إجت فكرة المشروع بمسمى باليرينا من أول لوحة عملناها، كانت رسمة الباليرينا. عملنا عينة، عملنا صفحة على الفيسبوك، نشرناها ولقينا إقبال من قبل كثير ناس. هاي الأفكار اللي بدها تجديد، هل أنت يعني بتعتمدي على ذوقك الشخصي ولا بتتساعدي أنت والصبايا اللي بيكونوا يحبوا ياخذوا هاي اللوحات الفنية؟ أكيد. يعني بالضبط إيش هي الأفكار؟ يعني إحنا شايفين كتير أفكار، مثلاً يعني مثلاً هون يعني كلها أشياء طفولية وأشياء يعني حلوة، احكي لنا أكثر عن الأفكار. شايفة كتير أفكار، لأنه أنا بشتغل يعني باك جراوند اللي عندي اللي هو ذوقي أو يعني حرفتي اللي هي قدرتي على الرسم، قدرتي على تشكيل مواد خام، عمل شيء من لا شيء، بس بنحاكي رغبة الزبون. كتير إميات بيجوا علي بيحكوا لي ابني بحب مثلاً فريق برشلونة أو فريق ريال مدريد، بنحاكي هاي الرغبة ومنجسد لها إياها بلوحات، شعار برشلونة، اسمه، اسم الفريق اللي بيحبه، كاركتر، باندا، فيلا. يعني هاي الرسمات طفولية وحلوة لغرفة النوم، خاصة للأطفال يعني كتير حلوة. وبيعني الأدوات، لو بنحكي شوي عن الأدوات حكمة اللي بتستخدميها لتنتجي هاي القطع الجميلة الفنية. الأدوات ببساطة هي لوحات الكانفاس، ألوان مائية اللي بتناسب حسب، يعني إذا كانت لوحة باليرينا بنختار مع الأم للبنت، أمها بتختار لون الخلفية، لون الشخصية، نوعية القماش ولونها اللي بدها تضيفها. هذا هو. كيف تقبلوا الناس استقبالهم لهي الفكرة؟ أنت كيف حابة تشوفي مشروعك؟ يعني بعرف أنه أنت بتحاولي تظهري مشروعك اللي بدأتي فيه فقط من شهر واحد، يعني لسه يعني مشروع زي ما حكينا مشروع ناشئ، مشروع جديد، يعني هو فكرة نسائية حلوة بتحاولي تطبقيها. أنت بتستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتوصل فكرتك، وين حابة توصلي؟ هي بداية بلشت الفكرة أونلاين، يعني والتجارة أونلاين، يعني هي سلعة، هي نمذجة أفكار كانت في بالي. عملنا أول نموذج، عملنا صفحة على الفيسبوك، نشرناها، لقينا إقبال الحمد لله مرضي، كون المشروع مش كتير من زمان بلش، يعني ما يقارب شهر وشوي بس. في ناس بتطلب لأولادهم، في لبناتهم، في ناس بنعمل لهم لأعياد الميلاد بتاريخ الميلاد بالاسم، كله حسب رغبته. في بنشتغل حاليا على لوحة ليالة توينز، بنعمل فيها فكرة الميرور، لأنه توينز دائما في سيمتري بينهم. يعني كهيك لوحة، يعني أنا زي ما أنا شايف وإحنا مشاهدين شايفين إنه فيها رسم، فيها استخدام أدوات، يعني هاي في الخرز، في القماش. قد إيه بتاخذ معك؟ وهل في حدا بيساعدك فيها لإنتاجها ولا لا لحالك؟ حدا بيساعدني؟ لا، هي شغلة يعني أنا لحالي في وقت الفراغ بمارس هاي الشغلة، كوني مهندسة موقع وقائمة على عملي، ما حدا بيساعدني لحالي. وقت بتاخذ، يمكن تكلفة ما بتكلف كتير قد ما هي جهد مني، وبحاول أطلع اللوحة دائما متقنة 100% وحسب إيش بده الزبون.
دمجك للالوان دولت، احكي لنا عن دمجك، هل انت بتعتمدي فقط فيها على ذوقك ولا على قاعده معينه، ولا تتشاركي انت والزبونه انت والصبيه اللي حابه تاخذ هاي القطعه لاطفالها لغرفه، حتى غرفتها يعني مش شرط تكون لغرفه النوم يعني بتاعت الاطفال برضو لغرفه النوم، يعني كهاي قطع وهي قطع بتطلع كثير حلوه واستخدامها بديكور البيت. انا بعتمد اللي بعمله كعينات، بعطي انديكيشن للناس اللي بدها تشتري سواء لولد او لبنت. ممكن الام لما تختار لبنتها لوحه تحكي لي انا بدي اياها باللون الفلاني بالشخصيه الفلانيه، بنتي بتحب هيك ما بتحب هيك، فهمتي علي؟ يعني هو موضوع شراكه اكثر بينك وبين شراكه اكثر كل صبيه، بنضل بنتبع مع الزبون يعني بنضل بنتبع معه بكل مراحل الشغل انه هيك بدك هيك ما بدك. نحكي شوي عن موضوع إذك، أنت حكيتي لي إنه بتطوري مشروعك أكثر، هلأ بتوزعي عينات صحيح؟ موضوعي موضوع مشروعي في بداياته مشوار الألف ميل مثل ما بيحكوها دائما بيبدأ بخطوة، وهي بعتبرها أنا بالنسبة لي الخطوة الأولى والأساس. لقينا الحمد لله في دعم، أنا بكبر وبصير وبكبر شغلي بدعم الناس وبإقبالهم وبتشجيعهم وبالفيدباك تبعتهم. الناس الحمد لله كمشروع أونلاين ناجح، بلشت أطور في مشروعي بإني أوزع عينات على المحال التجارية. مهون كيف يعني المحال التجارية تعاملهم معك كمشروع بسيط، مشروع ناشئ لسه جديد، لوحات بسيطة، هل إنه هناك في تقبل من الناس إنه يأخذوا يعرضوا لك هاي العينات وهذا الشغل؟ في تقبل وفي دعم الحمد لله، كونه كتير في عنا ناس بتتوجه على الشغل الهاند ميد، بطلت تحب تشتري لوحة بس مرسومة وجاهزة، لوحة بتجهزها ماكينة، لا في ناس بتشتغلها، في أفكار بالرأس بتدور تترجم على لوحات. يعني دولة منكون إن شاء الله، بدي آخر كسؤال أخير يعني تحكي لي وين حابة تشوفي دولة في المستقبل بهذا المشروع اللي لسه عمره صغير عمره شهر، إن شاء الله كمان سنة وين ممكن نشوف دولة؟ أنا هذا الإشي يعني مشروعي بلش جديد بس في خلفية موجودة، يعني أنا كانت من أيام المدارس عملت لوحة بتحاكي هذا الإشي نفسه تحت عنوان اركب معنا، أخذت يعني على مستوى التربية امتياز وأخذت مرتبة أولى. هذا الإشي مستمرة فيه وإن شاء الله شوي شوي بصير زي ما بدي وأكثر. مين كان الدعم رقم 1 في مشروعك؟ أكيد الأم هي الجندي المجهول أولا وآخرا طبعاً. وكوني امرأة متزوجة زوجي أولادي الحمد لله كله تمام، وهون منوجه لها التحية طبعا. الله يسعدك وأهلا وسهلا فيكي، نورتينا. زي ما شفنا مشاهدينا وتعرفنا على هيك مشروع، مشروع نسائي ناشئ، مشروع كتير حلو من أدوات كتير بسيطة وحلوة، شوفوا تفرجوا شوفوا، ويعطيكم العافية ويسعد صباحكم، وعودة إليك نورة وعلاء. شكرا شكرا، كل التوفيق. عجبني البرازيل أنا لأنه بشجع البرازيل كمان. كل التوفيق. لا والله برافو ما شاء الله عليك، كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك وشرفتينا يعني بهاللوحات كمان المميزة. ومشاهدينا احنا منواصل هذا الصباح ومشوارنا الصباح من فلسطين هذا الصباح من بعد هالفاصل. يعطيك عاشق مجنون يتمنى رضاك.
شو كنت ضيع اوقاتي بغيرك ضاع الوقت لحتى فيك التقيت ما صدقت حتى صرت مني وفيك والباقي مني وعلي كل ما بعدت عن عيني رح قول اشتقت قلبي تعلق فيكي ما تصور يا عشق هالقد احساسه يعطيكي قلبي لي صباحكم واحنا باخر فقره انا جهزت القهوه لانه في فقره انا ماليش دخل فيها راح نروح لمحطه للمكياج الشتاء مع نوره وضيفتها ايضا فيحاء ابو غنام والصبيه الموديل اللي معنا ايه يسعد صباحكم تفضلوا بالمكياج انا متفرج شكرا على مشاهدينا اليوم يعني احنا عم نتحضر لفصل الشتاء ومتحدث عن المنخفضات وكمان حتى هذا الفصل فيه له العديد من المناسبات كمان الخاصه فيه فكيف ممكن انه احنا نتحضر له من ناحية أكيد المكياج من الألوان كيف الألوان كيف طريقة كمان إذا في آليات خاصة بالشتاء بنتعرف عليها مع ضيفتي في الاستوديو أهلا وسهلا فيك فيحاء أبو غنام أهلا وسهلا والموديل آية بدنا اليوم نعمل مكياج الشتاء إيش المميز إيش الموضة هاي السنة من 2018-2019 للشتاء أول شيء سعد صباحك وصباح المشاهدين بالنسبة للألوان الموديل الخريف الشتاء السنة هاي رح يكون تدرجات الكرميدي الأورانج بيتش حلو ألواني هاي المفضلة رح تضلها معي هاي السنة للشتاء ممتاز نبدأ عشان نستغل الوقت ايش رح تعملي لها احنا اسسنا تقريبا الوجه حطينا الفاونديشن حطيت لها اللون انتقالي بدي احط لها على الجفن المتحرك اللي هو اللون هلا المكياج انت بدك تعمليه هو مكياج نهاري او مناسبات في الشتاء يعني هو خلينا نقول المكياج العادي في ناس بحبوا كثير يكون سيمبل مكياجهم بالمناسبات فهو يعتبر انه عشان عم تختار شوي النوع الاي شادو فيه شويه جلتر في جلتر هو دارج كمان الجلتر يعني الفتره هاي هي يبدو ان هذه الشتويه كمان دارج فيها الجلتر لانه حتى الموضه كمان في الملابس الشتويه هي السنه كمان في عليها الخرز صحيح. والاشياء اللامعه كمان كانت حاضره هو كان دارج كثير كمان في الصيف الجلتر وهلا راح يضل دارج كمان بس بالوان الكرميدي والاورانج بغض النظر إذا كانت المساحة مساحة العين كبيرة أو صغيرة البنت عمراً كمان الصبية عمرها صغير أو عمرها كبير نفس الألوان أو بتلتجأ مثلاً يكون الصبية العمر الأكبر أو السيدة ألوانها تأخذ شوي الأغمق خلينا نقول ممكن أنه الصبية اللي عمرها أنه شوي نفتح لها الألوان بس أنه يعني برضه في صبايا بحبوا يلحقوا الموضة يعني بس برضو أنا بقول يعني إنه الموضة مش شرط تلبق على الكل يعني مش شرط صحيح. تزبط على الكل بس يعني إنه البنت بعمرها يعني ممكن إنه ما يكونش كتير ما شاء الله عنها كمان شوية جلتر لون انتقالي خفيف وكفي يعني. وقديش بتهتموا كمان إنه لون البشرة نعرف إحنا بالصيف والشتاء بالصيف بنروح للبرونزاج أكثر حتى من عن الفاونديشن تفضلي هو هلا دارج كتير إنه يغمقوا حالهم أو يعملوا برونزاج حتى كمان بالشتاء بالشتاء كتير بحبوا الصبايا كمان خلص في هو موضة زي ما تقولي موضة إنه الوحدة حتى البيوت صار يحبوا يغمقوا حالهم يعني في الشتاء ما في شمس نسمر حالنا
مش انه يسمروا حالهم، انه خلص اعتمدوا يغمقوا حالهم درجه او درجتين. عم تشتغلي بالخدود، خلصتي انت العين؟ العين لسه بدنا نحط المسكارا، بدنا نحط اي شادو لسه من تحت. بتحب العين من تحت تكون غامقه ولا فاتحه؟ ولا حسب يعني هو هلا اللي دارج، اللي دارج اكثر انه يكون يعني فواتح، ما يكون كثير غامق يعني تحت العين. بالضبط. يعني ما في كثير اسود، ما في اي لاينر كثير، اغلبه شادو، دم الشادو بتدرجات اللون يعني. هو مرت فترة بغض النظر ايش كان يكون فوق العين، كان مثلا انه اذا الوان ترابية يكون اللون الغامق هو من تحت. مش شرط يعني، هو الميك اب ما في قوانين معينة يعني. ما في، هو خلينا نقول ابداع يعني، الواحد كيف بشوف الاشي برضه كمان حسب معالم وتفاصيل الوجه، حسب شخصية العين كبيرة يعني صغيرة الوجه كمان بيلعب دور، حسب كمان شخصية الصبية. نحط من هون البلاش، قديش بتهتمي بترطيب البشره قبل الميك اب؟ كثير مرطبات خاصه، برايمر كمان طبعا اكيد، بالاخص فصل الشتاء هو شوي الجفاف بتعاني منه البشره. صحيح. للكل فصل الخريف كثير بنشف البشره، عشان هيك لازم الوحده مش بس لما تيجي تعمل ميك اب انه ترطب، لازم الوحده دائما على طول تكون معتمده روتين معين في تنظيف بشرتها وترطيبها بشكل دائم يعني، مش بس ليكون عندها مناسبة ترطب، لا، عشان بشرتها تطلع حلوة بالميك اب لازم دائما تكون مرطبة بطريقة حلوة. تختاري لون الهايلايتر الأبيض؟ مش هو أبيض، هو شوي فاتح، خلينا نقول افتح درجة. بدي أحط لها فوق برونز عشان يصير كمان دارج كتير الرموش. رموش السنة كانت على كل الفصول. بالضبط، مش عارفة وين راح ال احنا جايبين كل العدة اليوم. دائما الأورانج والبيتش بيجي عليه الهايلايت كتير حلو، مايل على ذهبي او على نحاسي. هلا المكياج هذا اللي عم تعمليه هو بنقدر نقول عنه نهاري كامل، واذا بدنا نعمل تقريبا. واذا المناسبه كانت ليليه بتزيد الالوان الغامقه في العين، ممكن نتقل شوي اذا بالليل. بس هو عامه الالوان الغامقه كثير مش دارجه الفتره هاي، اكثر شيء دارج زي ما حكيت لك البنيات. شوف البنيات كمان ما بيروح موديلها يعني، الترابيات البنيات ما بيروح موديلها، بس ما في الامن الاخير عم نخفف ما احنا شوي من الاي شادو عشان نعطي الرموش حدتهم حتى في كل المناسبات، سواء كانت صباحيه او ليليه. الالوان الانتقاليه المط اكثر من الشمر. بس هلا درج الشمر بس طبعا مش على كل العين، على الجفن المتحرك اكثر. طلع تحت الصبيه ما شاء الله رموشها طوال، مش بحاجه لرموش. حتى الجلوس الحمرات هلا رح ترجع موديلها كمان، كان قعدوا فتره كثير مسكين بالمط، بس هلا رح يرجع موديل الجلوسي اللمعه اكثر. بالضبط. طلع شوف، انت ما عم بتحطي على الرموش من فوق بالقصد؟ لا بحط، بس بحب احط طبقتين، انا بحط اول طبقه شوي لتنشف، برجع بحط كمان طبقه عشان يعطي كثافه اكثر للرموش. هي نصيحه يعني اللي بتقدميها للصبايا، يعني يحطوا المسكارا على طبقتين؟ انا بكثير بشوف صبايا انه ما بيكون يعني بحاجه انهم يحطوا رموش فبحطوا، فهيك بخربوا رموشهم. لا انت حطي طبقه او حطي طبقتين من المسكارا، ممكن يعطوكي يعني نتيجه كثير حلوه. انت لما بتحطي رموش بشكل يومي انت هيك بتخربي رموشك. بتفرق كمان نوع ريشة الماسكارا يعني، إذا هي كانت خفيفة أو إذا كانت بتعطي كثافة للعين، عن استخدامها للمناسبات محددة أو كل صبية إيش بتشوف المناسب، حتى لو ما في مناسبة عادة تكون الماسكارا كثيفة؟
حسب كل صبيه كيف بترتاح باني فرشاه بترتاح. في صبايا بيرتاحوا بالفرشاه الرفيعه، في صبايا بيرتاحوا بالفرشاه الخميله. الرفيعه عاده بتعطي طول اكثر، اما اللي بتكون غزيره وشعراتها كثاف بتعطي كثافه اكثر. فما دخل يعني كل وحده كيف بترتاح في المسكارة بتقدر تستخدم فرشايتها. بس يعني بالتحديد يعني انه في مسكارات بتكون مصممه خصيصا لشغله معينه زي كثافه او طول او فوليوم. هيك بدك تحطي لها ايلاينر؟ انا شايف انه كثير وجهها هيك حلو من دون ايلاينر، فشو رايك؟ اللي بيناسبك. انا شايف انه كثير حلو هيك، بس بدي احط لها حمره. حتى احب احط لها شيء نود. هاي الالوان كمان من هون بالضبط، عند هون لون هذا كثير حلو طلع على بشرتها. الحواجب عادة بتخليهم لا طبيعيين؟ هي حواجبها كثاف، بس لا انا رح امشط لها اياهم اكيد. وانا اللي بيكون حواجبهم هيك كثيفين ما بحب اعلم لهم اياهم بقلم او بجل، بحب شوي اعبي الفراغات بس بشادو، لانه الكثاف مش بحاجه انك ترسميهم، وهي كمان مش ما بتقيم حواجبها. فانا هلا بشادو حواجب شيء بسيط ممكن احدد لها اياه. واحنا هلا الحمرة خلينا نقول لهم نخلص بالضبط، بدي اعلم لها حواجبها، اعبي لها شوي الفراغات واحط لها الحمرة. هيك معناها خلال دقيقتين هيك بنكون احنا على الموعد. وقدمنا هذا يعني خلينا نقول كسام بالعينه لميك اب الشتاء بمختلف المناسبات. هذا شيء بسيط لسه من لوكات. ما بتعتمدي الكونتور؟ لا، عملنا لها كونتور، اسسنا الكونتور للمنخار. منخارها كثير حلو مش بحاجه. يعني مش شرط انه لازم في الميك اب انه يكون كونتور، لا بس لما يكون الواحد بحاجه لكونتور ممكن انه نصلح نخفي عيوب نستخدم الكونتور، بس هي منخارها كثير حلو فمش بحاجه لكونتور. هي صبيه طبيعيه اليوم كثير كثير حلو الميك اب الناعم عليها. هذه التدرجات الالوان اللي شايفتيها هي رح تكون موديل خريف وشتاء 2019. وهيك بنكون خلصنا اللوك خلينا نقول والمكياج لهذا اليوم. صحيح، كثير جميل. بس الاخيره دائما انا بحب استخدم الفيكس لانه بثبت كل خطوه احنا بنعملها. تنصح استخدامه بشكل يومي؟ ايه هو يعني ما بيأثر الفيكس. هو مجرد انه مثبت وبيعطي ريفرش للبشره. انه ما بيأثر يعني على خلايا البشره اذا تم استخدامه بشكل يومي؟ ما بتوقع. اوكي، كثير كل الشكر لك على هالميك اب الناعم كمان اللابق كمان لعمرها ولعمرها كمان. وهذا شيء كثير مناسب انه يكون الميك اب بالالوان وكمان بطريقه لابق لها. كل الشكر لك فيحاء ابو غنام، جيتنا اليوم من القدس. يسعد صباحك، شرفت فيكم وتوصلي بالسلامه كمان. وآية شكرا لك وعلى جيتك وعطلتك كمان عبر شاشتنا. يسعد صباحكم من جديد حبيبتي. صباح على خلصنا هيك الفقره الانثويه اللي قدمنا فيها مكياج الشتاء لعام 2018 2019، وحدثنا كمان عن الالوان اللي هي الوان الاورنج الترابيه اللي راح تضلها كمان لهذا الموسم. يعني ختام اسبوع رائع بختام الجمال، صباح الجمال وصباح الـ ممكن نحكي هالموضه الجميله بهالشتاء وهالخريف. بتمنى الكل انه يستفيد، كل الصبايا بهالجيل الجديد كمان يستفيدوا من هالتقنيه. وايضا بوجه تحيه لفيحاء اللي كمان بتقدم تقنيه حلوه، وصار عندنا اخيرا بهالبلد ميك اب ارتست محترفين. هيك الخميس خلص ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم بمحطة جديدة من برنامج فلسطين الصباح. نتمنى لكم جمعة طيبة وجمعة مباركة، إلى اللقاء.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة. سلام على أرض السلام وشعب السلام. كل ما الشمس بتطلع بضل الأمل موجود. كل ما عمرناها رح تكبر فينا أكثر. ما يستحق الحياة. كل حبة من ترابنا هي كمتنا، احنا منها هي منا. مدام في ميزان بضل العدل موجود. واسمها راح يضل عالي وين ما كان. فير علينا من زمان كتير. وحدة شعبنا هي عزتنا، لأنه فلسطين جمعتنا. القدس ليست للبيت، وحقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة. إن السلام في منطقتنا.